شكرا. ما كانوش كام يوم اللي هتأجلوا دول يا صابرين؟ أو على الأقل نستغل اليومين دول في إن الشقة تكون اتفنشت ونتجوز بعديها على طول. ومين أصلا قالك إن أنا مستعجلة على الفرح؟ أنتِ. أهلا بك يا محمود. لا على فكرة براحتك يعني. لا. خالص. يا أم صابرين. يا بنتك مش عايزة تفرح ولا إيه؟ ليه يا حبيبي والله أنا نفسي. بس هي اللي مصرة تتجوزك. ايه يا ماما؟ انا قصدي حبيبي يعني ان انت على طول مشغول مشغول يعني هتشوفك امتى وتفرح امتى وتتجوزوا امتى؟ ما تحضرنا حضرتك يا اخي. الراجل اللي اسمه هلال كامل ده بسم الله ما شاء الله بيقول كلام درر عين العقل، لازم تقراه له يا رؤوف لازم. انا متابع مقالاته بقالي فترة طويلة لدرجة ان انا بقيت اشتري جورنال نبض الشعب ده مخصوص علشان اشوفه كاتب ايه. خد اقرا يا رؤوف وتمخمخ، وحاجة بقى تخليك تصبر على الهم والغم اللي انت داخل عليه. يا بابا ايه هو الجواز بقى هم؟ سمع يا ست الكل. سيبي يا حبيبتي اتبحبح، هو احنا برضو مش لينا اوضة تلمنا؟ اقتلوا ظباطه، انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. انا عايز اقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل النهارده، لا بكره، بعد بكره هيتقتل جوزك، هيتقتل. انا عايز اقول لكم بس انه تحرك النهارده تحرك ايجابي بجد، اقطعوا عليه كل حاجه، كملوا اقتلوا ظباطه. الشر اعوذ بالله من كلامك اللي زي السم. لا اله الا الله، انا مش فاهم الناس دي عاوزه مننا ايه؟ ما يسيبونا في حالنا بقى، ده ايه القرف ده؟ بيحاولوا يعني يخوفوا الضباط، مش عارفين ان احنا بنضحك لما نسمع الكلام ده. وانت بتضحك؟